المنبر التقدمي الرفيق أحمد الشملان، الضيوف الكرام، الرفيقات، الرفاق، السادة الحضور، يسعدنا أن نلتقيكم في منتدانا الفكري السنوي في دورته الثامنة، والذي حرصنا على أن لا يمر عام دون انعقاده رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، حيث اضطررنا إلى تأجيل انعقاده عن موعده المعتاد في منتصف فبراير من كل عام، تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس جبهة التحرير الوطني، وهي التنظيم الذي يشكل منبرنا التقدمي امتداداً تاريخياً لها، على أمل أن ينتظم المنتدى في هذا الموعد في دوراته القادمة. ونحن معاً اليوم نشاطر رفاقاً لنا ألمهم الذي حال المرض دون حضورهم، وكم نتمنى وجودهم الآن معنا، كيف لا وهم من أفنى حياته بين المعتقل والمنفى، كرس كل وقته وجهده من أجل حزبه ومن أجل هذه المبادئ التي يتشرف أعضاء التقدم بحمل أمانتها للأجيال اللاحقة. أتذكر منهم الرفاق القياديين في جبهة التحرير عبد الله الراشد، محمد حسين نصر الله، يعقوب جناحي، نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية الرفيقة فهيمة درويش، النقابي الجسور أحمد سند، المناضلين سيد إبراهيم مكي، إبراهيم الجمري، وعبد علي أبو صبري، التحية لهم كل التحية، وليعذرني من سقط اسمه سهوا. واسمحوا لي وقبل أن نبدأ مراسيم منتدانا أن أرحب بأشقائنا من دولة الكويت الشقيقة، أعضاء ومناصري الحركة التقدمية الكويتية، الذين يضيفون بحضورهم السنوي ومساهماتهم في دورات المنتدى أهمية كبرى، سواء من خلال ما يقدمونه من أبحاث فيه أو من خلال مشاركتهم في إثراء مناقشاته. كما نرحب بضيوفنا من سلطنة عمان الشقيقة الذين نسعد دوما بما يقدمونه من أوراق مميزة في المنتدى. كما نرحب بكافة الحضور من شخصيات وطنية مرموقة وناشطين ونقابيين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، ونسعد بإثرائهم المعتاد لمداولات المنتدى. وكما في كل دورة نستضيف هذا المنتدى، يستضيف هذا المنتدى عقولا نيرة لباحثين من مختلف دول الخليج العربي لمناقشة قضايا جوهرية ومحورية تتصل بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بلداننا، من أجل تشخيص المعضلات التي تواجهها بلادنا على الأصعدة المختلفة. وعودة إلى موضوعات الدورات السابقة لهذا المنتدى والتي جرى توثيقها جميعا في كتب أصدرها المنبر التقدمي، ستلاحظون ذلك. ويأتي موضوع هذه الدورة عن المدينة الخليجية من زاوية ما شهدته من تحولات والآفاق المنتظرة في هذا السياق. وقد حرص الباحثون المشاركون في هذه الدورة على معالجة موضوع المدينة بأبعاده المختلفة، ليس فقط العمرانية منها، وإنما الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، ومحاولة معرفة العراقيل بمختلف أنواعها ومنها القادمة إلينا من مع الحداثة المشوهة بما فيها من التباس وتشويش، أو تلك الكامنة في بعض الثوابت الموروثة المعطلة لمسيرة الوعي الجمعي. اليوم يشارك في منتدانا كما تعودنا باحثين من الكويت ومن عمان والبحرين. من الكويت يشارك الباحث أحمد الديين بورقة تحت عنوان قصة مدينتين الكويت والأحمدي، ومن عمان الباحث العماني علي الرواحي بورقة الفضاءات العامة في مسقط، أو كيف يتشكل الفرد في الريف المتمدن. وأخيرا من البحرين الباحث هشام عقيل يشارك بورقة تحت عنوان المدينة الخليجية ونمط الإنتاج الكولونيالي،
ونود الإشارة إلى أن المنبر التقدمي سيستضيف مساء بعد غد الأحد في مقره بمدينة عيسى ضيف المنتدى الناشط والأديب والسينمائي العماني عبد الله حبيب في أمسية سينمائية شعرية. يسرنا دعوتكم لحضورها. ضيوفنا الكرام، الحضور الكريم، يقول رفيقنا الدكتور حسن مدن في كتابه الأخير حداث ظهرها إلى الجدار إن مجتمعاتنا الخليجية نموذجا ممتاز لدراسة الآثار المدمرة لثقافة الاستهلاك، فبعض هذه المجتمعات لم تعبر برزخ التحولات التراكمي والطويلة الذي عبرته المجتمعات الأخرى، وإنما قفزت قفزة سريعة واحدة من حال إلى حال دون مقدمات وتهيئات. انتهى الاقتباس. نحن هنا إذن أمام تحول تراكمي مشوه أنتج ثقافة ووعي مشوهين، حيث نلمس التناقض بين التحولات المادية الكمية والنوعية التي أحدثها واقع مستجد جراء الإثراء المفاجئ الناجم عن عوائد النفط وما تبعها من هرولة نحو استيراد أحدث تقنيات أدوات وصرعات مواد الاستهلاك والبهرجة العمرانية المبالغة فيها. وبين المعرفة والثقافة كوعي يجب أن يتأصل في سلوك المجتمع. بطبيعة الحال فإن صيرورة الوعي وتطوره في أي مجتمع تأتي أولاً من تلك النخبة الفكرية والسياسية فيه لتصور ومعرفة لكيفية إنتاج السلعة وتهيئة البيئة المعنوية والمزاج العام لاستقبالها، ثم يتم إنتاجها وتداولها لتؤدي فعلها وأثرها. وهذا ما نسميه بالثقافة الإبداعية التي اعتادت تخليق المعرفة تخليقاً متجذراً بما لها من تراكم معرفي وسلوك واعي، أصبح معه إرثاً يخدم علاقة الفرد بمن حوله وبالمجتمع وبطبيعة نسق الإنتاج السائد فيه. بينما في مجتمعاتنا تأتينا أدوات الإنتاج مستوردة وجاهزة تم التفكير فيها وإبداعها واختراعها في بيئة ومجتمعات أخرى ولأغراض تخدم غاية خاصة بتلك المجتمعات، لتصبح معها أيضاً معرفتنا مستوردة وجاهزة ومعلبة خالية من الإبداع، ويمكننا وصفها بالمعرفة الملازمة للأنظمة الكمبرودارية. جراء هذه الإزدواجية بين المعرفة المحلية والثقافة التي كانت سائدة في أنماط الوعي المتأصل محلياً من جانب، وبين المعرفة والثقافة التي أتت بها علاقات الإنتاج التابعة الكولونيالية، وجد المواطن في دول الخليج نفسه في جرائها في حالة من التعارض بين قناعة ذاتية بمجموع ما يؤمن به من مسلمات وثوابت في العادات والتقاليد والممروث الشعبي والقبلي، وبين سلوك فعلي وواقعي يكون فيها مرغما ليستجيب لطبيعة متطلبات مرحلة جديدة فجائية فرضت معها نمط من علاقات اجتماعية يغلب فيها الابتذال في الاستهلاك ومجاراة للمصالح الطبقية ومراكز نفوذها. وفي كثير من الأحيان يتعارض فيها مع قناعاته الشخصية. هي حالة كما أشار إليها المفكر العراقي علي الوردي بالانفصام في شخصية المواطن العربي بوصفها نتيجة بطش الدكتاتوريات المطلقة لشعوبها. إن أهمية التطور العمراني في المدن الخليجية تتجلى بصفة خاصة في دور المحتوى المادي الذي تقوم على تخليقه الدولة للحفاظ على دورها المهيمن حتى تبقي للبرجوازية المحلية وظيفتها كتابعة للاقتصاد الرأسمالي بوصفها الوظيفة الأساس. ونقصد بالمحتوى المادي ليس فقط العمران والبنية التحتية، إنما كل النظم الإدارية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأنشطة التجارية وغير التجارية والنقل والاتصالات والإعلام وكافة العلائق المعنوية المرتبطة بها ارتباطاً وجودياً. إن التناغم بين هذا الوجود المادي للمدن الخليجية المتطورة وبين المعرفة والوعي في مجتمعاتنا لن يكون منتجاً بمعناه الحضاري إلا إذا تحرر من وظيفته كمنسق ووسيط
تابع يخدم الرسامين للشركات العابرة للقارات، وانعتق عن تنفيذ قراراتها وإملاءاتها التي تبقي علاقتها به علاقة خضوع وانصياع تام. وأول تلك الخطوات اللازمة لكي تتحرر المدن الخليجية من هذا الدور هو أن يستقل وجودها المادي من القيود السياسية والاقتصادية بشرائطه الحالية. وحين تتحقق هذه الأمنية سوف تؤدي غرض ووظيفة اجتماعية واقتصادية تخدم الإنسان في الخليج وتنمي مداركه لكي يطلع بدوره الفعلي في بناء وتطور مجتمعاتنا. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال توافر عوامل وشروط محددة لطالما عدناها مرارا وتكرارا، وسوف نظل نعيدها ما دمنا نشعر أنها لم تتحقق بعد. ومنها تحفيز الاقتصاد المحلي المنتج والموجه، وضع البرامج ورصد الميزانيات القادرة على إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بإدارة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، إطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية في رسم السياسة الوطنية، توسيع الصلاحيات النيابية وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الفساد بمختلف أنواعه. ختاما نحييكم أيها الضيوف والحضور الكريم، متمنين لمنتدانا هذا أن يقدم إضافة معرفية وفكرية في الموضوع الذي يناقشه، وإلى اللقاء بكم في دوراتنا القادمة. شكرا. شكرا للأمين العام تقدمي، و